الآن التشيع في البداية بدأ تعصب لآل البيت، حب ثم تعصب، حب لآل البيت ثم تعصب، وبدت أولها سياسة. كيف سياسة؟ يعني مين الأحق في خلافة الرسول؟ مين الأحق بخلافة الرسول؟ وبالتالي من أول يوم كان في ناس متعصبين لعلي مثلا، أنه هو أحق من غيره. وطبعا ليش أحق؟ أنا مش قادر أفهم، لا في القرآن ولا في السنة في حتى إشارة، على عكس ما بزعموا. طبعا عم بزعموا في حديث عشان الزوج ست نفاق لا، هو التفاصيل الآن كيف بيحتجوا. لا أنا شخصيا كمسلم قبل ما أعرف الشيعة، مش هيك؟ نحن نقرأ قرآن وسنة وبندرسها، ما عمرنا شفنا يعني في إمام لآل البيت بالسياسة. منين جت هذه؟ هاي بداية اختلافنا بينهم، كأنك بدأت تحكي عن بداية الخلاف اللي بيننا بينهم، وهذا الخلاف اللي لا ينكروه، هم ما بينكروا هذا الخلاف، ولكن في أمور ينكروها مثل شتم الصحابة وكذا، أما الإمامة أحد أوجه الخلاف اللي هم بيعتبروه. هي كيف النشأة؟ احنا نتكلم عن النشأة البسيطة في البداية، يعني مثلا الإمام الشافعي مش هو من أئمة السنة؟ اتهم بالتشيع. شو يعني التشيع؟ اللي هو يعني الميل إلى آل البيت، يعني مسألة عواطف بس مش أكثر. وبعدين الكلام عن أحقية مين اللي بده يكون هو الخليفة، وقلنا هذا في الإسلام فيش فيه ولا إشارة لقضية أحقية آل البيت في الخلافة. بس هلا هم في عندهم أدلة، يعني يمكن وقت الصحابة كان يمكن اجتهادات هيك منهم، أما هلقيها في عندهم أدلة وأحاديث. لا لا لا، في فرق بين إنه هو يزور الأدلة ويزور فهمها، وبين إنها هي وبين إنه في أدلة ولا لا. بالنسبة لهم مش هيك؟ شو ما هو جيد، والنصارى كمان بالنسبة لهم، واليهود بالنسبة لهم، كل المنحرفين في الأرض بالنسبة لهم، يعني كل واحد له بيحاول. أما أنت لما تيجي كمثال بسيط جدا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بظل ماشي شو بقول؟ مشان يقول ليش شرع هذه التشريعات؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مش هيك؟ طيب لما أنا أجي إنهم أجدهم بلعبوا بهلوانيات وبلفوا وبدوروا مشان يخرجوا نساء الرسول من مفهوم أهل البيت، انتهى الموضوع، انكشفت اللعبة. طب ما هي لا هي واضحة، ما بقول يا نساء النبي، ما هو أصلا المخاطبة يا نساء النبي. شوي بلا احنا الان 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 اول شيء ما في قيمه لحديث صحيح في مواجهه نص قراني، هذا في اول شيء. من عم بقول ما في اي قيمه لاي حديث صحيح بده يتعارض مع النص القراني، مش هيك؟ ما له قيمه لو صحيح موجود، هذا لو صحيح موجود، لانه شو هو الحديث الصحيح؟ يعني ممكن يكون روايه واحد نيجي بنحطها قدام ننسف قران واضح مشان روايه واحد، يعني الايه متكامل، يعني بتبدا فيها نساء مش بس متكامله. اعطيني المصحف ايوه، مش بس متكامله، هون عندنا في الاحزاب، طبعا في الاحزاب مش هيك؟ في الاحزاب الان، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. انتهت الآية الأولى،
وقرنا مين يعني؟ وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ما انتهتش الآية، ما انتهتش الآية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني بهذا التشريع بشيك أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومشان ما يقولوش إن هالمسألة طلعت عن النساء الرسول، واذكر الآية اللي بعدها واذكرنا ما يتلى. طب الكلام فهمنا، هاي ثلاث آيات ورا بعضهن أجت اللي قضية إنما يريد الله في, 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 في الآية الثانية، وأجت الثالثة استمرار. طيب لما يجي حضرته ينسى، بدنا ننسى الآية، أي حديث مزعوم يجي يقول نساء الرسول مش من أهل البيت، خلصنا. يعني أنا بضل مسلم يعني مش عارف إنه المسألة بدأت تكون انحراف. أما الإنسان بيقدر يولد زي ما بده أدلة وتفاصيل وكذا، بس قديش هذه الأدلة بتصمد أمام نظرة أولى حتى، مش هيك؟ فبالتالي إذا هو بيجي يقول لك دليل. طب أنا قارئ لهم وبجيب لكم من كتب التفسير هيها إنه لا، يبدو هذا إنما يريد الله ليذهب، هاي مش موقعها هون، كأنه الصحابة حطوها هون. هذول اللي ما عرفوش يلفوا ويدوروا، اللي ما عرفوش يلفوا ويدوروا في اللغة بدو يقول لك مش موقعها هون. وهذا الميزان اللي هو من أئمتهم الكبار في آية من الآيات، لأنها اللي هي اليوم يئس الذين كفروا، لأنه معروف عندنا وين تنزلت، يعني قال إن كان موقعها هون وهو يتكلم، ولا وين موقعها؟ ولا وين موقعها؟ انتبهتوا كيف؟ ايوه، معناته هذا الكلام ما بنسميه دليل بهذا الاسلوب. طيب ومن عباقرتهم كيف بيطلعوا منها؟ اللي بيقولوا لا في موقعها الايه، كيف بيطلعوا منها؟ مشان ما بدهم يطلعوا نساء الرسول طبعا. واحد عنده فكره سابقه بده يطبقها، بصير تتعارض مع الايات زي الاحمديه.